الآن يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين نعمل التمرين ده. أول شيء في التمرين ده الشكل ده اللي فوق على اليسار. الشكل ده اسمه فقاعة، والشكل ده مثلا اسمه مربع أو مستطيل، تمام، أو آسف متوازي أضلاع. بس عموما يعني المهم مش لازم اسمه، المهم الشكل بتاعه تقدر تجيبه، تمام. الأشكال دي كلها بجيبها منين؟ ركز كده معايا، من قائمة إدراج. خلي بالك احنا خدنا إدراج الصور وإدراج صور عبر الإنترنت وعرفنا نتعامل معها. الأشكال بقى من إدراج أشكال. أشكال أول ما بضغط عليها بتفتح لي قائمة بالأشكال اللي عندي كده، خلاص. أي شكل هيجي لك في التمرين هو هنا، يعني ما تقوليش ما لقيتش الشكل، ابحث شوية هتلاقيه، لان يعني انا جبته منين؟ جبته من هنا، فلازم هتلاقيه هنا ان شاء الله، تمام. نشوف الشكل اللي احنا عايزينه، شكل الفقاعة دي، صح؟ تعالى نختار شكل الفقاعة، ادراج اشكال، ادي الفقاعة اهي، اضغط عليها هلاقي المؤشر بتاع الماوس، شوف بقى عامل ازاي، زائد كده، اضغط واسحب كده ارسمها هنا. تاني ركز معايا، اي شكل بختاره هحذفه دلوقتي، هضغط هنا وديليت اهو. اي شكل بختاره ادراج اشكال ده مثلا اهو، هلاقي كده المؤشر بتاع الماوس كده، اضغط واسحب ارسمه، خلاص. عشان احذفه اضغط على الحد بتاعه كده والسهم باربع رؤوس واضغط ديليت، زي اي حاجه، زي ما بحذف اي حاجه. طيب انا هجيب الفقاعه اهي. اول شيء، اول ما بعمل الاشكال، انا كنت امس بقول لكم اول ما بعمل الصورة بضغط عليها واضغط ايه، قائمة تنسيق، فاكرين؟ وبعدين اروح التفاف النص امام النص، تمام، فاكرين الكلام ده؟ طيب الاشكال بقى اول ما بضغط، اول ما برسمها برضو بضغط عليها برضو واضغط تنسيق، بس ما بروحش التفاف النص امام النص، لا. فيه مجموعة كده اسمها انماط الاشكال، شايفين التلات مربعات دول؟ مش هختار حاجة منهم، لا، انا هطلع لفوق كده بالسهم ده، يعني السهم اللي فوق ده هضغط عليه، اضغط لحد ما يبقى باهت. باهت يعني خلاص وصل فوق خالص ومفيش اكتر من كده. اضغط كده واختار اول واحد. ليه؟ ليه هنا اخترت كده؟ عشان بخطوة واحدة أنا عايز ملوش تعبئة، وعايز الكلام اللي جوه يبقى كلام باللون الأسود العادي، ويعني لو كتبت دلوقتي بالأبيض، لا أنا عايزه بالأسود، وعايز مفيش تعبئة، وعايز الحدود بتاعته تبقى بالأسود برضه. فبدل ما أعملهم واحدة واحدة، لا بروح أختار نمط على طول اللي هو أول واحد هنا اهو، او ما فيش تعبئة، والفريم بالاسود والكلام اللي داخل بالاسود اهو، خلاص. طيب وابدأ اكتب الكلام، مكة المكرمة هي اللي ابدأ اكتب الكلام اللي ايه اللي داخل مكة المكرمة، البلد الحرام التي تحتوي البيت الحرام وقبلة المسلمين. كتبت الكلام اللي داخل، خلاص. يبقى تاني كده بسرعة، إدراج أشكال الفقاعة، اضغط واسحب كده ارسمها، تنسيق، اضغط فوق، اطلع فوق خالص، اختر أول واحدة، هتلاقي تقدر تضغط على طول جوه الشكل وتكتب اهي مكة المكرمة. تمام، ده بالنسبة للشكل ده.
يبقى كده عملنا الشكل ده. تعالوا نشوف بعد كده في ايه في التمرين. فيه كمان هنا شكل وداخله وورد ارت، ده داخله، ده الورد ارت هو لحاله وحطناه داخل الشكل، خلي بالك. ماشي، طيب تعالوا نعمل الشكل، ادراج اشكال. شوف الشكل ده هيبقى ازاي، هيبقى فين؟ اهو الشكل ده اهو، خلاص وارسمه. بس ده الاول، اول ما بنرسم اتفقنا، اطلع فوق اختار اول واحدة، وبعدين ده مائل شوي، تعال نميله. نميله ازاي؟ قلنا بنضغط عليه نلاقي فيه دايرة فوق، اضغط واسحب. تمام، ده كده عملناه في الصورة امس وفي الورد ارت، صح؟ طيب وورد ارت مكة المكرمة بره خالص كهو، بره خالص ادراج وورد ارت، اي وورد ارت فيهم. شوف اللي شكله، اللي شكلها يعني دي مجوفة كده وبتاع، اعمل واحدة شكلها يعني اهو، ادراج وورد ارت، متختارش دي، اختار واحدة مجوفة او مثلا حاجة كده، يبقى الفريم بلون والكلام بلون كده مثلا، مثلا يعني اهو مكة، مكة المكرمة، كبروا كده عشان ما يبقاش على سطرين، كبر الخط كمان شوية، برضو كبروا تاني، انقلوا هنا، ميلوا. يبقى انت كده ايه، عملت مكة المكرمة، مش لازم اللون يبقى نفسه بالظبط، عادي. طيب بعد كده طب الشكل ده في حد مزدوج، الحد بتاعه مزدوج، تعال بقى نشوف الحدود بتاعت الشكل دي نعملها ازاي. خلي بالك معايا، الشكل ليه تنسيقات، بجيبها منين؟ بضغط عليه واختار قائمة تنسيق. انا خدت ان انا ممكن اعمل له نمط على طول، اول ما بحطه اختار اول نمط ده، خلاص ماشي. هل اقدر بقى اعمل اللون اللي جوه بشكل، لون التعبئة بشكل، واللون الحدود بشكل، والحدود دي اعملها مزدوجة لا اعملها عريضة، الكلام ده كله؟ طبعا. انت عندك هنا اما بتضغط على الشكل وتضغط تنسيق في انماط الشكل نفسها اللي احنا شغالين فيها دي، فيه ثلاث حاجات عندها، في ثلاث حاجات. اول واحدة تعبئة الشكل، لو عايز تعمل لون تعبئة، لون تعبئة كده. طب عايز احذفه اللون ده، اضغط على الشكل تاني وتاني تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، يبقى كده ايه الكلام بتاع لون التعبئة اللي جوه. طب اعرف اعمل على الشكل ده؟ طبعا اي شكل اهو، خلاص بلا تعبئة. طيب يبقى تعبئة الشكل ده حاجة بسيطة وسهلة. المخطط التفصيلي يعني البرواز الحاد بتاعه ده بقى اللي فيه كلام شوية، لان هفتحه هلاقي لون المخطط التفصيلي، اقدر اتحكم في لون المخطط التفصيلي اهو، شايفين اهو. طب اعمله اسود تاني اهو، جميل. بعد كده عندي حاجة اسمها، ولا بلا مخطط، خلي بالك ممكن تعمله بلا مخطط، بس خلي دي دلوقتي. عندي حاجة اسمها الوزن، الوزن يعني انت عايزه عريض ولا نحيف، اهو المخطط نفسه عريض ولا نحيف، الخط نفسه يعني كده عريضة كده انحف انحف انحف، تمام. فاحنا ده تعال نشوف اللي عندنا عريض شوية، لان انا هعمله مزدوج، خلي بالك يعني تاخد العرض كله على بعضه، يبقى لازم يبقى عريض شوية عشان يبان ان هو مزدوج، اما اعمله مزدوج يبان اهو، تمام. يبقى تاني في تنسيق المخطط التفصيلي لونه ووزنه. هنا كمان اقدر اعمله شرط او نقط، اهي شرط دي اقدر اختار منها العادي خالص، لا نقاط شرط اللي انت عايزه اهو، اقدر ارجعه تاني نفسه عادي اهو، شرط المتواصل، ممتاز. طيب
عايزين نعمله مزدوج، نعمله منين؟ مفيش حاجة هنا بتعمل مزدوج. اعمل ايه بقى في الحالة دي؟ ادخل للمدير. مش احنا قلنا لو لقينا حاجة مش عارفين نعملها بندخل للمدير؟ اضغط عليه وادخل للمدير. المدير بتاعهم فين؟ المدير بتاعهم اهو. تمام. بس من المدير هنختار كلمة خط. ده اختار كلمة خط، يعني لو ما لقيناش خط دي ممكن تلاقي التعبئة هي المفتوحة، لأن هنختار خط ممكن تلاقيها مفتوحة على طول. خلاص اوكي ماشي. طيب خط، عندي حاجة هنا اسمها النوع المركب، ده لو عايز تعمله مزدوج او ثلاثي او كده او كده او كده او كده. وخلي بالك المزدوج، في مزدوج الاتنين زي بعض زي ده كده، وفي مزدوج اللي فوق عريض واللي تحت نحيف، واللي فوق نحيف واللي تحت عريض، وفيه ثلاثي. انا عايز الاثنين زي بعض اهو. خلاص خلاص خلصنا من المدير، سكر. مفهوم ازاي عملنا الشكل المزدوج؟ ضغطنا عليه على المربع نفسه، مش على الورد ارت بقى، على المربع نفسه. تمام. تنسيق المدير، لو ما لقيناش خط دي مفتوحه نفتح خط النوع المركب مزدوج. لازم تكون معرضه شوية، ولو نسيت تعرضه من الوزن اللي هنا تقدر تعرضه برضو من المدير من هنا اهو. العرض تزود العرض اهو. خلاص ممتاز جدا. ده بالنسبة لإيه؟ للشكل ده. يبقى احنا كده عرفنا الشكل والتنسيقات بتاعته كلها. تعالوا نشوف بعد كده. بعد كده من مسميات مكة، من مسميات مكة البلد العتيق، بكة البلد الحرام. تعال نكتبهم كده تحت بعض عادي خالص اهو. انت عايز تكتب فين؟ هنا اهو، صح كده، في الحتة دي في النص كده. اكتبهم عادي، من مسميات مكة البلد العتيق بكة، وايه كمان؟ البلد الحرام. الكلام ده عليه نقاط. النقاط دي بقى بتيجي منين؟ ركز معايا كويس، كبر الكلام بس شوية عشان يبقى زي التاني. لا والله أصغر شوية، خلي 12. طيب النقاط دي بتيجي منين؟ احنا عندنا حاجة اسمها تعداد نقطي وحاجة اسمها تعداد رقمي، والاتنين بيجوا من الصفحة الرئيسية، المجموعة اللي اسمها فقرة. الصفحة الرئيسية، المجموعة اللي اسمها فقرة. خلي بالك لازم تكتب كله الأول، لازم تكتب كله الأول. تضغط تكتب دي وتضغط انتر، تكتب دي وتضغط انتر انتر انتر، وتحدد عليهم كله. لازم تحدد عليهم كله. تروح على الصفحة الرئيسية، تعداد النقطي أهو، أهو اسمه تعداد نقطي، في فقرة أول واحد فوق على اليمين. تمام. اضغط على السهم ده اهو واختار شكل التعداد النقطي اللي انا عايزه. خلاص عايز اغير الشكل، غير الشكل. تمام. عايز الغيه خالص يبقى بلا، لازم احدد طبعا، لازم تكون محدد. تمام. يبقى ده التعداد الايه؟ النقطي. طب والتعداد الرقمي جنبه ده ارقام او حروف؟ دي أرقام أو حروف أو كده مثلا. عايز تغيره من نفسه تغيره، عايز تلغيه بلا، لازم تكون محدد برضو. حلو. يبقى هرجع للتعداد النقطة اللي أنا عايزه. تمام. بعد كده في إيه تاني؟ كلمة مسميات ديت مجوفة كده، هل أعملها وورد أرت؟ ينفع أعملها وورد أرت، بس في حاجة أبسط شوية. كبرها زي ما هي كبيرة. في اما تكون عايز تعمل كلمة واحدة كده، في حاجة ابسط من الورد ارت شوية، ان تعملها مجوفة كده، حدد عليها ومن الصفحة الرئيسية المجموعة اللي اسمها خط. فاكرين دي امس قلنا ايه؟ سيبها دلوقتي، دي اسمها تأثيرات النص. اضغط عليها واختار واحدة من المجوفة دي.
بيعملها لك شبه الورد ارت اهي، هي تعتبر وورد ارت يعني. تمام، يبقى لما اكون عايز اعمل كلمه في وسط الكلام كده تبقى شبه الورد ارت، بعمل ايه؟ بحدد عليها. تمام، ومن هنا كده اختار ايه؟ اختار الشكل بقى اللي انا عايزه، مجوف، الثلاثي الابعاد، مش عارف ايه الكلام ده كله. خلاص تمام، ممتاز. طيب بعد كده في ايه؟ البلد الحرام عليها لون خلفيه، حط لها لون خلفي اصفر. في حاجه تانيه، العتيق مرتفعه، حط العتيق مرتفعه. تمام، جميل. بعد كده الصورة عرفنا أمس، هضغط ضغطتين هنا عشان عايز أحطها هنا، هضغط ضغطتين هنا. إدراج صور عبر الإنترنت، واكتب مكة، اكتب الكعبة، اكتب الحاجة اللي أنت عايز تبحث عنها. مكة، اختار أي صورة، مش لازم نفس الصورة، أي صورة عادي. اهي دي مثلا، لا او دي ما لا بلاش دي، ناخد واحدة واضحة كده اهي. ادراج، قلنا اول ما بنحط الصورة بنضغط عليها. تنسيق، قائمة تنسيق، قائمة تنسيق، المجموعة اللي اسمها ايه؟ ترتيب، التفاف النص امام النص، صغر الصورة زي ما هي صغيرة في الورقة وحركها. تمام الكلام، ممتاز. المسافة التي تبعدها مكة المكرمة عن المدن الرئيسية بالمملكة، اكتب الكلام ده تحت هنا اهو. المسافة التي تبعدها مكة المكرمة عن المدن الرئيسية في المملكة، كبر الخط شوية زي ما هو كبير هناك، وسطه، حطه في الوسط، غير الخط خليه أندلسي، نوع الخط أندلسي، عايز يكبر كمان شوية، ومكة المكرمة تبقى عريضة، يكبر كمان شوية، ومكة المكرمة عريضة، وفي قلبها خط بالشكل ده. تمام، يبقى كده عملنا الجملة دي، ممتاز جدا. نيجي للي فاضل في التمرين اللي هو الجدول ده. الجدول تعالوا ما اكلمكم بقى عنه شوية. الجدول، اي جدول في الدنيا مكون من صفوف واعمدة، من صفوف واعمدة. يعني تعالوا مثلا، مالكمش دعوة انا بعمل ايه، او جدول قدامكم اهو، اي جدول اهو، ده اسمه صف وده اسمه صف. خلي بالك الصف هو المسافة ده اللي انا بحددها، مش الخط ده، مش الخط ده ولا ده ولا ده، لا الصف المسافة اللي انا بحددها ده، وده اسمه صف وده صف. ماشي، العمود كذلك، الصف اللي بالعرض، العمود اللي بالطول، العمود كذلك هو المسافة ده اهي، ده دي كده اسمها عمود، مش الخط ده اسمه عمود ولا ده، لا المسافة اللي بين الخطين اسمها عمود. تمام، يبقى الجدول ده مثلا كم صف وكم عمود؟ 1 2 3 4 5 صفوف. تمام، وكم عمود؟ 1 2 3 4 5 6 أعمدة. ماشي، طب افرض، تعالى بقى نلعب شوية كده، افرض جاب لك الجدول بالشكل ده، كم صف وكم عمود؟ خلي بالك تعالى نعد الصفوف من هنا كده، هتلاقي 1 2 3 4 5. طب تعالى نعدها من هنا، 1 2 3 4. طب من هنا 1 2 3، 1 2 3 4، يبقى هي 5 ولا 4 ولا 3
انا باخد الاكتر يعني، بعد من هنا 1 2 3 4 5 وبعد من هنا 4 وهنا 3 وهنا 4، يبقى انا يبقى هما 5 خلاص، يبقى هما 5. الاعمده كذلك، هنا عمود واحد اهو، طب هنا 1 2 3 4 5 6، طب ومن هنا 1 2 3 4، من هنا 1 2 3 4 5 6، يبقى اكتر رقم جه معايا في عدد الاعمده كام؟ 6، يبقى هم 6. تاني الصفوف لو عدتهم، ادي 1 من هنا من على اليمين، 1 2 3 4 5، من هنا يختلف 1 2 3 4، من هنا يختلف 1 2 3، يبقى هم 5 ماشي. يبقى الاصل الكبير والاعمدة هنا 1، هنا 1 2 3 4، هنا 1 2 3 4 5 6، يبقى هم 6 خلاص. ده بالنسبة للجدول. طب تعالوا نشوف الجدول اللي عندنا هناك كم صف وكم عمود. صفوف 1 2 3 4، طب ومن هنا، هنا 1 2 بس، يبقى احنا عندنا 4 صفوف، يبقى الصفوف 4، سجلها عندك في دماغك. الأعمدة 1 2 3، في مكان ما فيهوش 3؟ لا، هم كلهم 3 خلاص، يبقى 4 صفوف و3 أعمدة. أعمل إزاي جدول من 4 صفوف و3 أعمدة؟ أول شيء وأنت بتعمل الجدول لازم تضغط ضغطتين في المكان اللي أنت هتحطه فيه، لازم، ما ينفعش تبقى ضغط هنا وتعمل الجدول، هيبوظ الدنيا. عايز أحطه هنا تحت الكلام، يبقى أضغط ضغطتين، أخلي نقطة الإدراج اللي بتروح وتيجي دي موجودة تحت الكلام، وأقول له إدراج. احنا دلوقتي لحد الان خدنا ادراج صور، صور عبر الانترنت واشكال وورد ارت، الان بقى هناخد ادراج جدول. ادراج جدول وملكش دعوه بدوم خالص، ما تشتغلش على دوم خالص، انا هنزل على كلمه ادراج جدول، يبقى ادراج جدول واختار منها كلمه ادراج جدول، تفتح لك شاشه صغيره ظريفه اهو، بيقول لك عدد الاعمده اللي انت عايزها كام. والله عدد الاعمده اللي انا عايزها 3. عدد الصفوف اللي انت عايزها كام؟ 4. اضغط على السهم ده كترهم خليهم 4، او تقدر تكتبهم عادي، تحدد وتكتب باللوحه المفاتيح، مالكش دعوه بالحاجات دي دلوقتي، وقول له موافق. عمل لك جدول من 3 أعمدة و4 صفوف تمام. اقدر اغير في الجدول ده، اكتب الكلام دلوقتي، المدن، المدينه، الرياض، الدمام، الكلام ده كله اكتبه، ما فيش مشكله اهو. المدن لو لقيته بالخط ده كده، حدد على الجدول كله، بحدد على الجدول كله من هنا كده، شوف بتلاقي اما تضغط على الجدول بتلاقي فيه مربع فوق على اليمين كده، تقدر تحدد على الجدول كله من هنا اهو، اضغط عليه وروح الصفحة الرئيسية، غير نوع الخط خليه أريال عادي خلاص عشان ما تعبكش. المدن، المدينة، الرياض، ودمام طبعا بكتبها Alt مع Shift، والدمام أول حرف كابيتال، دمام Shift مع D يدي لك أول حرف كابيتال، واكتب الكلام التاني، المسافة، الكلام ده اكتبه عادي، اكتبه عادي، 450 كيلومتر كاف ميم وهكذا، اكتبه عادي. اللي انا عايز اوصله ان ده دي صفين فوق بعض، خليتين فوق بعض مدمجين على بعض. عرفت منين ان هما خليتين مش تلاتة؟ شوف جنبها كده، خليتين اهم، صح، خليتين اهم جنبها، يبقى هي اصلها خليتين زيهم وفتحتهم على بعض تمام. وهنا نفس الكلام، جنبها خليتين، يبقى هي اصلها في خليتين فوق بعض وفتحتهم على بعض. افتحهم على بعض ازاي؟ اسمه دمج، حدد عليه كده واروح على قائمه تخطيط. تخطيط، واحد هيقول لي مفيش قائمه تخطيط قدامي، ما هو مش هتظهر الا لما انت تحدد على الجدول، تحدد على حاجه في الجدول. تخطيط اهي، من عند المجموعة اللي اسمها دمج بختار دمج الخلايا، أصبح كده. طب ودوم كذلك، أحدد عليهم تخطيط دمج الإيه؟ الخلايا تمام؟ حلو.
طيب بعد كده كلمة مك، اكتب كلمة مك اهي ازاي احطها، فيها حاجتين من فوق لتحت وفي نص الايه الخلية. من فوق لتحت دي برضو من قائمة تخطيط، اضغط بس في الخلية كده بتاعتها تخطيط، هتلاقي في حاجة اسمها هنا من محاذاة هنا، هتلاقي اتجاه النص، اضغط عليها بقت من تحت لفوق، اضغط عليها كمان مرة بقت من فوق لتحت. طيب وخلها في النص ازاي؟ جنبها على طول في تخطيط برضو، جنبها على طول في 9 أماكن، أو فوق على اليمين، تحت على اليسار، في الوسط، اختار في الوسط. طب واحد يقول لي ودوم كمان في الوسط يا أستاذ. في الوسط، حدد عليهم كلهم واختار تخطيط في الوسط اهو. خلاص واحد هيقول لي دي كبيرة يا أستاذ، دي كبيرة. كبرها. تكبر ازاي؟ تكبر صف او عمود ازاي؟ من الحد اللي فاصل بينه وبين العمود اللي تحته او اللي جنبه او الصف اللي تحته او كده كده. شوف السهم بقى برصين اهو، اضغط واسحب كبره، اضغط واسحب كبره او صغره. لازم يبدأ وانت بتضغط يظهر معاك ايه خط كده عشان تعرف ان هو يشتغل. اهو كده اما ظهر معاك خط كده يبقى هيكبر او يظهر. خلاص اهو العمود نفس الكلام اهو، اهو على الحد بالظبط. اما يبقى السهم ايه ليه راسين بالظبط، لازم يبقى ليه راسين كده، اضغط واسحب اهو. خلاص مفهوم الكلام؟ طيب تعالوا ناخد